مجرد اعتقال ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة وإيداعها سجن الودايا بمراكش، أضحى الرأي العام المتتبع لملف حمزة مومبيبي المتخصص في التشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم يتساءل عن مصير دنيا بعد الزج بشقيقتها في السجن. أدخل السجن الأول حكم نهائي لشك فيه أن محكمة تديرها ابتدائيا وعندها تمشي للاستئناف وتمشي للنقد، اللي حكم نهائي يقدر تدخل السجن، أو اللي حكم باسم جلالة الملك القاضي بقوة شيء مقضي به. أقول أنها متورطة مع الناس، متابعة بعدة متابعات، السلوك 6 متابعات لستر الوكيل الملك من ضمنهم المشاركة في النصب، وهذا الشيء راه دنيا بطمة راه حضر بامتياز، راه أقل أفعال لذا دنيا بطمة راه الناس تعتقلوا، راه غلامور عندنا يسكنوا ظهير تعتقلوا، وهما أقل عندهم أقل أفعال إجرامية، وهي عندها 6 ديال الأفعال وتوبعت في حرس راح بكفالة. ولاش كان دنيا بطمة حينما تتم إدانتها من طرف المحكمة ولو في المرحلة الابتدائية كاين هناك مجموعة ديال المشاهير والأشخاص سيتقدمون بالشكايات ضدها للجهات الأمنية وللسيد الوكيل العام وسيحملون المسؤولية عن هذا الحساب. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.